نحاولوا نزربوا شويه اكستري جديد. رئيس الجمهوريه يحكي على البعض اللي تحصل على مقعد بفوتات من الاصوات ما عندوش الحق يتحدث على مسير دولة. ما جست معلومة سيد الرئيس فما في المجلس الذي شكون تعدى بلا أصوات موجودة كيف لأنه الدائرة متاعه ما فيها حتى حد حتى الفوتات الأصوات بالأخبار ما خلاتش عليه وسيكون إن شاء الله نائب في مجلس الشعب. جست سيد الرئيس ديما نحاول نحجوك بالطريقة اللي تحاج فيها الناس اللي تحكي يلا نسمعوا الإكستريم تاع رئيس الجمهورية. على العهد بقول وسنواصل وسنستمر وسننتصر ولا عودة إلى الوراء إطلاقا ولن نترك لهم طريقا للخروج الآمن كما يتحدث البعض. أن عمقنا الشعبي أكبر بكثير من عمقهم الشعبي وأن كان بعضهم قد حصل على مقعد ببضع مئات من الأصوات أو بفتات من الأصوات فلا يمكن أن يتحدث اليوم عن مصير دولة ومصير شعب ومصير وطن. سنستمر وسنمضي قدما مع الصادقين مع الثابتين من أبناء شعبنا. الرئيس سيمضي قدما مع الصادقين الثابتين. الرئيس لن يترك لهم طريقا للخروج الآمن والبعض من ما حصل على مقعد بفوتات من الأصوات لا يمكن أن يتحدث عن مسير دولة. تعليق من عرش كوني حبي يتكلم. أنا لحد الآن رفيق لعرفت أسماء للصادقين للمزورين قائمة مجهولة ما يخوي عطيونا يخوي وضحونا بجد. ولا كي تقول مثلا من المفروض تشبه مع تسيبوزي هاي دخلت بلاد قنبلت علينا وماتت العباد وكل شيء من المفروض كونا نجاوبوها بعد ما هما يخرجوا كيما ضربني ما نضربه ولا لا. ولا نقول انا عندي مشكله مع رفيق مشناق بالاسم واللقب خلت توضح على كيف. لا ما بداش تزش فيا في صراع مع الرئيس. لا نحكي لك المثل غلط ما نجمش يكون عنده مشكله مع الرئيس. عندي مشكله مع زياد المكي ولا هكذا كما نجم نقبلوه. الرئيس يتهدد مره اخرى لن نترك لهم طريقا خارج طريق خروج امن وسيرتو النقطه نتاع فوتات الاسواد لا يمكن ان يتحدث عن مصير الدوله. سيد الرئيس انا ما عندي حتى صوت ما منتخبني حتى عاد نجم نحكي على رايي في مصير الدوله عادي معنا نجم نستمع لاي انسان راه لا تحدده الاصوات. البوفوار عندك انت لانك انت واصل بالانتخابات وعندك الشرعي ولكن الناس الكل من حقها ان صوتها يتسمع من عرش حاتم. هو راهو البارح القصد واضح واضح برشا ماني يقص في غزة الشواشي على غزة الشواشي البارح هبت خروج الامن خطبة الرحيل على الرئيس الجمهوري. هذا يا صراع سياسي نحن نحلوا ما يهمناش هذا مش امورنا وامورهم هما. وغازي زاد الشواشي من الناس اللي عندهم مسؤوليه باش يوصل غازيله حزب اي غازيله اي نحكي معناها اي تبدا رئيس حزب معناها مع يا وقتاش ولا رئيس حزب بعد ما عملوه الاخرين الكل وانتهى الامر وصل لك حتى في ما نسيو زاد راهو اول ما شد قيس سعيد شكون اللي سنده وشكون ارجع لي الكلام اللي قالوه في الكلام هذا دونك عنده الناس اللي قالوا له ان معناها خروج امن وان بلوس هنا قال انا جاي بزوز ملايين و700 صوت هذاك اللي يقصد به من لافوتيت انا عندي 2700 صوت زوز ملايين و700 ألفين كا زوز ملايين و700 صوت ما يحكي معي حد وعندي أنا شرعية وانتم كلكم تفش فوتات. كلمة فوتات استعمل كلمة فوتات راهو عندها تحكير وعندها قصد. أنا اللي قلقني أنه معارضة تتوعد ورئيس يتوعد معناها البلاد مش باش تبرد. رئيس يقول لهم لن نترك لكم المخرج الامن امكانيه الخروج الامن والبعض من المعارضه يقول لو يتراجع الرئيس رضا بالحاج يظهر لي فانه سيحاكم وسا 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 وقت اللي فما شنو قال نعدوك بمخرج امن جوج سايب توا البلاد. هالجو ذا من التسخين نتاع الامور راهو ماهوش باهي راهو ماهوش باهي راهو فما ديراباج باش يصير كيلكو بار باش نمشي نقف هكا بحضور الدولة يا رفيق اللي قاعدين في الطاولة راو في وجوههم وشوفوا الأشكال وشوفوا البودي لانجوج الكلمة على مود وشوفوا غوز اللي زاتيتود شوف معناها وي سوني دروم سكوند ماش عندي وقت الاخباري 30 سكوند لو مو كلي في الاكستري اللي عديناه هو عمقنا الشعبي اكبر من عمقهم الشعب
هذيك هي لو موكلي راهو ياك يا معارضه راني انا انتخبني الشعب. ولو انه حكي على الانتخابات مزوره راهو يحكي على الانتخابات اللي فاتوا الكل قبل هذه مزوره. والجواب الثاني راهو نجيبوا 8 نجيبوا 9 نجيبوا 10 جاثمين على قلوبكم. ونحن الصادقين شفت العشره هذوكم احنا اللي باش نكملوا واحنا اللي باش نحكموا وانتم ما تقولوش تحبوا. نعود بعد الاخبار. كانت هذه ساعتنا الاولى مالوريزمون الحدث يفرض نفسه والخطاب مهم وبرشا كلام قالوا الرئيس. عدينا الساعه الكل تقريبا نحلوا في خطاب الرئيس. نعتذر من الناس اللي كرهت السياسه ولكن ساعات شان البلاد يحتم علينا الحديث اكثر من اللازم حتى في السياسه. يلا نعود بعد الاخبار رفمك حتى للتساونس. خليكم معنا اخبار اخرى كالعاده. رامي في الرادار الكويز مصرف الزيتونه وغدوه خير رفمك كما تعودتوا عليها حتى للتساونس.